يطالب المتظاهرون بحل مجلس النواب، لماذا؟ هذا يدل على انه الثقة مفقودة. انت تركزين على نقطة ليست أساسية في مطالب المتظاهرين. هذه نقطة مهمة، كيف إحدى مطالب المتظاهرين هي حل مجلس النواب؟ انت تريدين تجيبين ام انا اجيب؟ سألتيني فدعيني ان اجيب. طيب ماذا ما هي الحلول السريعة التي ممكن ان يقدمها المجلس المتظاهرين؟ المتظاهرون لم يرفعوا شعار تغيير مجلس النواب ولا تغيير قانون الانتخابات، هم رفعوا شعارات المطالبة بالحقوق، المطالبة ورفعوا شعار تغيير النظام. يا سيد شاكر، فليتغير إذا كان ذلك يمكن أن يغير العملية السياسية لتنتج نظاما آخر يستطيع أن يلبي حاجات المواطنين. فمجلس النواب قادر على استيعاب كل هذه الأفكار. الخلل ليس في الأداء البرلماني. نعم، أن رئيس مجلس النواب قال الجميع مسؤول، الحكومة والبرلمان وكل الهيئات التنفيذية المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات، لكن هناك الهيئات التنفيذية يعني يتهمها المتظاهرون. لو تسمح لي سيد شاكر، أعتذر على المقاطعة، ولكن حتى نوضح الصورة أكثر، الهيئات التنفيذية يعني يتهمها المواطنون بأن هذه الكتل المسيطرة على سدة الحكم عليها الكثير من ملفات الفساد. هناك إجراءات صارمة ستتخذ اليوم في لقاء السيد رئيس مجلس النواب مع رئيس الجمهورية. تم الاتفاق على خطة صارمة لمكافحة الفساد، وكذلك تقديم ملفات الفساد. مجلس الفساد الأعلى نحى 1000 موظف يوم أمس، وهذه الإجراءات ستكون واحدة من المعالجات، هو الإسراع بمحاصرة الفساد ومكافحته وتقديم الفاسدين للقضاء. المهم يا سيدتي أن المجلس سيستمر بعمله لوضع هذه الخطط. هذه التنحية سيد شاكر، هذه التنحية اعترض عليها المتظاهرون وقالوا يعني ما معنى تنحية؟ لماذا لم يحالوا إلى القضاء؟ هذا أولا. كان لهم أيضا اعتراض على أن هؤلاء 1000 لم يكونوا من كبار حيتان الفساد على حد وصفهم، كانوا مجرد يعني موظفين صغار الفاسدين إن صح التعبير. والله أنا لم أطلع على قرارات القضاء لكي أحدد لك إن كانوا من الحيتان أو كانوا موظفين صغار. المهم هناك 1000 موظف هدر المال العام، وهذه قرار تتعلق بمجلس بالسلطة القضائية. السلطة القضائية هي التي تستطيع أن تحدد من هو الكبير ومن هو الصغير. هذا من جانب. الجانب المهم في العملية أن هناك تسريع لمكافحة الفساد، وأهم من ذلك هو تسريع البرامج العاجلة في الأداء الحكومي ما يتعلق بتقديم الخدمات.